جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول محمد أحمد منصور مصري ومقيم في مكة المكرمة يسأل: ما هي الحكمة في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ وهل هناك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل. فالحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل أكثر من حديث. ولذلك الصحيح من قولي العلماء أن لحم الإبل ينقض الوضوء لما صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة في ذلك فالله أعلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الحكمة، ولو كان في بيان الحكمة، لو كان لنا مصلحة من ذلك لبينها صلى الله عليه وسلم. يجب علينا الامتثال وإن لم نعرف الحكمة. الواجب علينا أن نمتثل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها. لكن بعض العلماء يقول لأن لحم الإبل فيه يكسب الإنسان شدة وطيش، لأن عادة الإبل وأخلاق الإبل الطيش والقوة والغلظة، فإذا أكل الإنسان من لحمها فإنه يصيبه شيء من أخلاقها، فلذلك يتوضأ ليخفف ذلك ويذهب ذلك عنه. الله أعلم. نعم.